2555 يوم مع الرئيس السيسي. كل يوم مصر بتبقى مصر تانية، مصر أجمل، مصر جديدة. مصر فعلا منورة بأهلها، واللي عملوه في الكهرباء يتكتب في التاريخ. كل يوم كان في مشروع كهربائي ضخم بيتنفذ عشان ينور أرض مصر. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 سنوات فقط نفذنا 538 مشروع ضخم، 35 منها للطاقة الجديدة والمتجددة. و311 للنقل والتغذية الكهربائية لكل شبر في أرض مصر. كانت مصر غرقانة في أزمة ظلام بسبب انقطاع الكهرباء المستمر. كان العجز في الكهرباء 6000 ميجا وات قبل 2014. خلال ال5 سنين اللي جايين عايزين كل سنة نضيف مش أقل من 2500 ميجا من الطاقة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعد بحل جذري في سنة واحدة. وكالعادة نفذ الرئيس السيسي وعده وقضى على ظاهرة انقطاع الكهرباء وحول العجز إلى فائض 20,000 ميجا وات بعد ضخ 387 مليار جنيه استثمارات. كل أسبوع كانت بتضاف 99 ميجا وات لشبكة كهرباء مصر. في 7 سنوات فقط قدر المصريين مع رئيسهم عبد الفتاح السيسي يضيفوا 31,000 ميجا وات. مصر بقت طاقة نور وجهد وعمل، تخضر صحاريها وتعمر أرضها. ده خيال اللي تحقق ده في عالم الكهرباء والطاقة، خيال.